كويس. واضح صدق. طب كم واحد لازم تكونوا انتوا تقريبا؟ تقريبا 300 400 كده، وشوية دكتور. 400 وشوي. راح يوصل لعدد 400 دكتور لو تبلش. مين بحكي؟ مين اللي بحكي مستعجل بدي انا نبلش؟ طيب يعطيكم العافية. أول إشي المايكات تسكروها لو سمحتوا مشان تكون الأمور إن شاء الله سهلة وسريعة. المحاضرة هاي نحكي فيها عن الأرتيريال بلود جاز انتربريتيشن. شو يعني انتربريتيشن؟ يعني لما تشوف الريزلتس تاعت الأرتيريال بلود جاز يصير عندك امبريشن إنه شو الكوز أوف ذيس أبنورماليتي. راح ما نركزش كثير على السلايدات، راح بس ركزوا معي على الأقل أول ربع ساعة أحاول تفهم الإشي اللي بحكي لك إياه، وبعدين لما نرجع للسلايدات راح تكون الأمور إن شاء الله سهلة وسريعة وما بتغلب. أول إشي لازم نعرف إيش هو، شو يعني arterial blood gases. الـ arterial blood gas أو الـ ABG أكثر بتسمعوا عنها، اللي هو ناخذ سامبل من الـ artery ونحطها بمشين، هاي المشين هون موجودة اسمها arterial blood gas machine، وبتعطينا الـ results تاعت الـ arterial blood gas. هالبروسيجر شوي من يعني بكرة لما تشوفوا بالمستشفيات كيف الأمور ماشية، قدر الإمكان يعني بنحاول إنه ما نعمله إلا لما يكون في له داعي، لأنه السامبلينج اللي أنتم شايفينه شوي painful ويمكن يكون له complications، له مشاكل. هالمشاكل اللي بنشوفها، بعرفش أنا البوينتر بتاعي مبين عند كل، لا مبين. واضح واضح دكتور. لا البوينتر مبين. طيب يعني هون مبين. طيب زي ما انتم شايفين هون صار في عنا بنسميه اكسترافازيشن، صار بليدنج تحت السكن وعملنا هالديسكلريشن اللي ما بخوف وما بنخاف منه، يعني بس اشي منظره مش كويس واسبوعين وبيروح. لكن هذا المريض مثلا صار عنده هيماتوما اللي هو collection of the blood with compression on the artery، ويمكن تتطور الأمور لدرجة أسوأ زي ما احنا شايفين تحت، يصير في اسكيميا بالهاند، لأنه زي ما بتعرفوا الهاند فيها dual circulation، لكن مرات بيكون في عندك diseased artery. إذا بنرجع لهون الألنر artery بيكون أصلا مش موجود أو في مشاكل، وانت عملت compression على الراديال ارتري او عملت فيزو سبازم بعد البروسيجر، فممكن يصير في اسكيميا باللور ليمب از ا كومبليكيشن فور ذس بروسيجر. اني واي ذس از ذا اي بي جي ماشين، بتعطينا الريزلتس. هاي الاشياء كلينيكال المفروض انكم يعني يكون عندكم تصور عنها قبل ما انه نحكي عن الاي بي جي. لكن اللي بيهمنا اكثر بالموضوع، مش سامع طب قال بدي يروح تروح طيب والله سكروا المايكات يا شباب. ماشي نحكي عن الـ ABG interpretation. نتذكر ايش هم النورمال رينجز للـ ABG result. اول اشي الـ ABG بطلع لي المشين، راح تطلع لي اربع ارقام رئيسية ماشي، هم اللي بيهموني. هالمين فور نمبرز اللي هم بدي اعتمد عليهم تو انتربريت ذا اي بي جي اللي هم البي اتش، السي او 2 والبايكربونات. حطينا شوي على جنب الارتيريال اكسجين. ليش؟
كلهم مهمين طبعاً، لكن هالثلاث اللي فوق اللي قبل الخط موجودين، هالثلاث هدول هم باخذ منهم الأسيد بيس ديستربنسز الموجودة عند المريض، أسيدوسس، الكالوسس، هل هو فور ميتابو ديو تو ميتابوليك كوزز ولا ريسبيراتوري كوزز. وعلى جنب في الرقم الرابع والأخير اللي هو الارتيريال أوكسجين، ماشي، اللي بدل المريض إنه الريسبيراتوري ديستريس، هايبوكسيك، فات بريسبيراتوري فيلر، الأمور بتتحسن ولا بتصير أسوأ لما تعمل فولو أب لمريضك بعد فترة بعد كم يوم مشان تشوف الأمور كيف ماشية. النورمال فاليوز لازم نكون عارفينها. معي شباب، انتوا واصل الصوت ولا لا ولا راه؟ تمام وصل. طيب الأرقام اللي لازم نكون عارفينها إنه أي إشي بنعرف لاب ريزلت في إلها نورمال رينج، لكن بموضوع الـ ABG بهمني أكثر من النورمال رينج إني أعرف شو هي الـ reference point. ليش الـ reference point بتهمني؟ لأنه مثلاً 7.41 أو 42، ماشي، this is within the normal range، لكن أنا مشان أعمل interpretation للـ ABG بدي أعتبرها معنها within the normal، بدي أعتبرها إنه رايح باتجاه الألكالوسيس أكثر مشان أبلش أعمل interpretation للـ ABG. وكمان نفس الإشي، فبهمني أنا سهل إنكم تحفظوهم، هذول الأرقام لازم تكونوا حافظينهم اللي على اليمين، اللي هم 7.40، 40 و24، كلهم فيهم أربعة وسهل إنه نعرفهم. الـ pressure of arterial oxygen normally should be more than 80 breathing room air، طبعا اللي هو 20% oxygen بالambient air بالatmospheric air، لكن الرقم في رينج بيختلف، الصغار بالعادة بتكون اللنجز تاعتهم أحسن فبجيبوا أرقام أحسن، الإلدرلي بيشنتس الناس اللي عمرهم بالسبعين والثمانين حتى لو ما عندهم ديزيز، لكن بلش نشوف الأرقام صارت تمشي باتجاه الثمانين. فنتذكر مرة ثانية إنه هذول الأربع الفور نمبرز اللي بناخدهم للـ ABG result، ماشي، هم الأربع أرقام بدي منهم ثلاث مشان أحكي أسيدوسس ولا الكالوسس، وبدي منهم رقم الأكسجينيشن مشان الموضوع نشوف إذا في respiratory failure ولا لا. بعض المحاضرة مش مسجلة، واللي ما بحضر المحاضرة ذنبه على جنبه أكثر من أنه تكون أونلاين ما في وما حدا يسجل. شغلة ثانية بدنا نشوفها، نتذكر زي ما حكينا إن هم الريفرنس بوينتس اللي بدنا إياهم. طيب شو هم النورمال ABG ريزلت؟ زي ما حكينا هاي النورمال according to the reference points اللي هم بنص الرينج بيجوا، اللي هم 7.40 40 for the pressure of arterial CO2 PaCO2 و pressure of arterial oxygen 90 تقريبا، والبايكربونات 24. نتذكر البايكربونات إنه البايكربونات this is not a measured number، this is a calculated number، ماشي، زي ما مكتوب بالسلايد اللي قبلها، ماشي، إنه calculated. شو يعني calculated؟ يعني فعليا جهاز الـ ABG بعرف كم بقيس كم الـ pH، و it can also it will measure the CO2 level. ولما يكون في عندك الـ pH 7.40 والـ PaCO2 40، ففور شور البايكربونات should be 24 ملي مولز أو ملي إكويفيلنت بير لتر، the same ملي مول أو ملي إكويفيلنت فور لتر for the بايكرب only. فنتذكر كمان شغلة سهلة كمان إنه نحفظها، إحنا بنقدر نكتب الـ ABG result بالشكل التالي بدون ما نكتب كل التفاصيل المكتوبة فوق، إنه 7.40 for the pH بالأول، بعدين CO2، بعدين الأكسجين، وآخر إشي دائماً بنحط البايكربونات بهالشكل اللي أنتوا شايفينه. فهيك بدون ما نكتب أي CO2 أي أكسجين أي بايكربونات، we should know that this is an ABG result with a CO2 of 40 and oxygen of 90. والله يا شباب قدر الإمكان ما تضلوا تطلعوا وترجعوا تدخلوا على الشات، أنا بدور على الأسماء اللي بيطلعوا ويدخلوا إذا هم نفسهم بيتكرروا. ماشي،
next step نتذكر إنه نتذكر ال إيش هم بعدين مع القصة. نتذكر ال pH وال CO2 وال AVG كيف هم results of what they are the result of CO2 with water. بعملنا الكربونيك أسيد والكربونيك أسيد with the carbonic anhydrase enzyme ممكن إنه يتحلل لبايكربونات و بروتون أو هيدروجين أيون. هذا الحكي حكيته عنه البفر سيستم بالبيوكيم lectures. طيب هون بدي اياكم تركزوا معي شوي بموضوع الانتربريتيشن مشان نربط الاشياء ببعض ونفهم الامور ان شاء الله كويس. لما بدي اطلع على على الريزلت ثواني بس لما بدنا نطلع على الريزلتس بدنا نتذكر شغله مهمه ماشي اللي هي البايكربونات مين بتحكم بالليفل تاع البايكربونات والسي او 2 الليفل اوف سي او 2 تاع ايش اللي بيعمل عليه كنترول. نتذكر انه ذا رول اوف ذا كيدنيز او خلينا نحكي الميتابوليك سيستم اللي هي تو كنترول ذا بايكربونات ليفل. ونتذكر انه الريسبيراتوري سيستم شغلته تو كنترول ذا سي او 2 ليفل. كيف بعملوا هالتو سيستمز كيف بعملوا كنترول كيف بعملوا كنترول على السي او 2 والبايكربونات؟ بعملوا كنترول بالشكل التالي بعملوا انه البايكربونات خلينا نبلش بالسي او 2 اسهل. اذا في عندك تو ماتش كربون دايوكسيد you will breathe deeper and faster فبتعمل تاكيبنيا وبتعمل سي او 2 واش اوت. If you have too little CO2 رقم CO2 أقل من الطبيعي for some reason ماشي فبصير إنه you'll start to breathe slower and shallower نفس less deep أو الفريكونسي أقل فبتقلل من الفنتيليشن and you will retain more CO2 to get it back to the normal. طيب مش وضع أحد هيك شلول كيف تقدر تعمل انه خلاص ما حداش يدخل على المحاضرة؟ نعم دكتور كيف تقدر توقف انه ما حدا يدخل على المحاضرة؟ ما بتقدر دكتور لانه هذا الرابط بضل الطلاب تدخل عليه وترجع تفوت. طيب خلاص هيني سكرت ولقيتها the meeting is locked. انا ما بقدر اظل كل واحد إجابه له أضل أفوته وأرجع أعمل أدمة وأرجع أطلع. طيب تمام يعطيك العافية. The rule of the kidney is to control زي ما حكينا البايكربونات. فأنا إذا بدي أحط براسي أشياء مشان أحفظها وما أنساها أتذكر إنه عندي الريسبيراتوري سيستم وأتذكر إنه إله دخل بالسي أو 2 أربطهم الاثنين ببعض ماشي وأتذكر إنه الميتابوليك سيستم أو الكيدنيز ماشي إلهم دخل بالإيش بالبايكربونات بالHCO3. هذول لازم يكونوا موجودين براسك spontaneously لما بدك تعمل interpretation للABG. طيب how to approach the ABG هون ببلش حكي شوي theoretical فأنا بحب إنه نأخذ example ونرجع نفهم الإشي الموجود بالمحاضرات بالسلايدات. طيب نيجي على هالمثال نتذكر الـ reference point للـ pH قديش normally حكولي أو اكتبوا على الشات اللي بيناسب 7.40 ماشي. طيب عنا الـ pH is 7.49 يعني رايحة الكالوسس ولا أسيدوسس؟ الكالوسس. هسا شغلتنا نعرف هل الكالوسس من شو جاي؟ شو سببه؟ Is it سببه CO2 دكتور؟ سببه is it caused by too much bicarbonate ولا too little أو low CO2؟ too low CO2 لأني حافظ شو reference points تاعات CO2 وتاعات البيكربونات ماشي المفروض إني صرت أعرف هون عندي 7.40
ماشي، هاي الريفرنس بوينتس. فأنا عندي هون عرفت لما طلعت على البي اتش عرفت إنه الكالوسس، لما طلعت على السي او 2 والبايكارب مع بعض عرفت إنه السي او 2 نازل كثير فهو سبب الالكالوسس، صار اسمه لأنه مين بتحكم بالسي او 2؟ الريسبيراتوري سيستم، فصار اسمه إيش؟ الريسبيراتوري الكالوسس. مشان أتنور أكثر وأتأكد أكثر بطلع على البايكربونات. ماشي. طيب لو بدي احذركم هيك حذيره حكي برا المحاضره شوي، فعليا هل انا بحتاج اطلع على البايكربونات مشان اجاوب؟ لا لا، بس بحتاج السي او 2 والبي اي سي او 2 هي موجوده عندك وكالكوليتد ريزلت، بس اكشلي يو دونت نيد تو لوك ات ات، يعني مشان تعرف ايش هو البرايمري ابنورماليتي اللي موجوده عندك. اللي شاطرين بالرياضيات او بحبوا الرياضيات يمكن يفهموا علي اكثر. بتشبه شغله مثلث فيثاغورس. ماشي، انت اذا عندك ضلعين مثلث قائم الزاويه ما في داعي اكون معطيك الضلع الثالث قديش، لانه فور شور راح يطلع الرقم الفلاني، ما في عندك خيارات اخرى. ماشي، ففعليا انا بس اطلع على البي اتش وعلى السي او 2 ماشي بقدر اعرف انه عندي اسيدوسيس ولا الكالوسيس، از ات كوزد باي ريسبيراتوري كوز، واذا مش كوزد باي ريسبيراتوري كوز فما عندك خيار ثاني غير انه يكون caused by metabolic cause. ماشي، نيجي على المثال الثاني. طيب شو هون البي اتش عندنا؟ 7.33. اسيدوسس ولا الكالوسس؟ اسيدوسس. اسيدوسس، انسى البايكارب، اعتبره مش معطيك اياها البايكربونات. اذا طلعت على هالاسيدوسس وطلعت على سي او 2 شو صاير في سي او 2؟ ريدكشن. طيب ريديوس سي او 2 صح؟ طيب ليش اللو سي او 2 بيعمل لي اسيدوسس ولا الكالوسس؟ الكالوسس. المفروض انه يعمل الكالوسس بس انا عندي اسيدوسس، معناته شو سبب الاسيدوسس اللي هون انا شايفه على البي اتش؟ معناته سببه ميتابوليك. ماشي، فانا بدون ما اكون معطيك رقم البايكربونات لازم تقدر تجاوب انه اي هاف ايش؟ I have metabolic acidosis. لكن ليش صار عندي CO2 low؟ Compensation. Compensation. هسا زي مين مثلا؟ مريض قرر انه ينتحر وياخذ 50 حبة أسبرين اللي هو salicylic acid. ماشي؟ فصار في بدمه acids. ماشي؟ وصار البايكارب هالأسيدز اللي صاروا موجودين بالسيرم عنده they are consuming the buffer system اللي بتعرفوه اللي هو البايكارب، فبلشت البايكارب تنزل. فشو ردة فعل الريسبيراتوري سيستم to correct this acidosis؟ انه يعمل تاكيبنيا وديب بريثنج، يخلي المريض يصير يتنفس بسرعه وديبر بريثس. ماشي، مشان يعمل سي او 2 واش اوت، وهينا شفنا الايفكت تاعه. طيب واصل الفكره؟ تمام. نرجع للسلايدات، سهل الامور ان شاء الله. احنا مش فايتين كل الاي بي جي انتربريتيشن، مخلين لكم الجزء اللي شوي صعب وفي كلينيكال اسبيكتس لسنه رابعه، بس بدنا على الاقل السمبل ديسوردرز تكونوا بتعرفوا عنها باريحيه ان شاء الله. فاول خطوه ايش؟ شو البرايمري ابنورماليتي؟ نعرف انه اسيدوسس ولا الكالوسس. من وين بجيب جواب هذا السؤال؟ من البي اتش. طيب بعدين شو الكوز تاعه؟ ميتابوليك بين قوسين البايكربونات هي اللي عملت لي هالابنورماليتي، ولا الريسبيراتوري هو اللي عامل لي هالابنورماليتي؟ ماشي، مشان اقول عنه ميتابوليك اسيدوسس او ميتابوليك الكالوسس او ريسبيراتوري اسيدوسس او ريسبيراتوري الكالوسس، صار عندي اربع خيارات. طيب بدي اشوف بعدين انه از ات كومبنسيتد ولا لا، واذا كومبنسيتد فولي كومبنسيتد ولا بارشلي كومبنسيتد. شو يعني فولي كومبنسيتد؟ يعني انت عندك ميتابوليك اسيدوسس تبع الاسبرين اللي حكينا عنه، لكن عندك هيلثي لانجز، امورك باللانجز ما فيهم مشاكل، قادرين يلحقوا يعملوا كومبنسيشن من هال كونسيومد اسيد اللي صارت عند المريض او عند اللي ماخذ اسبرين اوفر دوز. ف هو fully compensated respiratory أو fully compensated metabolic acidosis، أو ممكن نحكي عنها metabolic acidosis with full respiratory compensation. مرات في طريق يعني في إلها calculations بسنة رابعة بنحكي عنها، إنه بنحسب بنلاقي إنه مش fully compensated partially compensation. partial compensation ممكن يقول لك إنه في عندك other abnormality باللنج، مثلا مريض عنده COPD وأخذ aspirin overdose، فهذا اللنجز عنده مش fully healthy اللي يقدروا
يعملوا عندك الفول كومبنسيشن. فهاي بنحكي عنها بسنة رابعة مشان هيك بعد لكم اياها شوي. ودائما لما نشوف عندنا ميتابوليك اسيدوسيس لازم نحسب إشي اسمه انيون جاب، ماشي، مشان نعرف انه هل ميتابوليك اسيدوسيس وايد انيون جاب ولا نورمال انيون جاب. بس ثواني شوي خليكم معي. ألو، هيك صوتي كويس؟ واضح دكتور. طيب، فهاي الأشياء مش كثيرة اللي بستيب 3 و 4 رح نحكي عنها اليوم، خلينا لكم إياها لسنة رابعة. طيب نيجي للتفاصيل اللي شوي المفروض نكون فاهمين مشان نعرف كيف نمشي بهالألغوريثم الموجود عندي. زي ما قلنا أول إشي بتطلع على pH، pH acidosis ولا alkalosis. على فرض إنه acidosis، is it low bicarbonate ولا high CO2؟ إذا كان high CO2 يعني respiratory، إذا كان low bicarb معناته metabolic. بعدين بدي أطلع على compensation أشوف هال CO2 قاعد بحاول يصلح المشكلة اللي موجودة عنده لما يكون المشكلة بالبايكاربونات، ماشي. فإذا كان CO2 مصلح الأمور أو بحاول أنه يزبط الأمور ففي عندي respiratory compensation. بلش CO2 زي ما شفنا بالإكزامبل الثاني أنه ينزل to correct the acidosis caused by low bicarbonate. ونفس الإشي بنطبق على كل الأربع خيارات الموجودة عندك مشان تحكي أنه في compensation ولا لا. فهاي أول ستيب. طبعاً إحنا بنعرف إنه الريفرنس بوينت هي بنص النورمال رينج، لكن النورمال رينج بيجي من 7.35 ل 7.45. طيب هذا الحكي ملخص للإشي للي مش راح يقدروا أو يعني بحاجة إنه يحفظوا الأشياء أكثر من إنه يفهموها، لكن اللي فهم ما راح نسألك إشي من التكست اللي موجود هون، لكن هاي إكسبلينيشن لكل الاحتمالات الموجودة مشان تفهم الإشي اللي حكي أنا. فمشان هيك قلت لكل اللي فهم علي اللي العشر دقائق اللي راحوا راح تكون الأمور إن شاء الله كثير سهلة عليه. نتذكر دائما إنه البايكربونات اللي مشوفها على جهاز الأي بي جي هي كالكوليتد وليس مجرد، ماشي، يعني الجهاز بحسبها لكن هو ما عملها مجرمت. طيب نيجي على موضوع الكمبنزيشن. موضوع الكمبنزيشن لما يكون عندي مثلا ميتابوليك أسيدوسيس أو ألكالوسيس، مين اللي بده يعمل كمبنزيشن؟ الريسبيراتوري سيستم. نتذكر إنه الكمبنزيشن من الريسبيراتوري سيستم بيكون فاست رابيد برومت بحكوا عنه، يعني مجرد ما انت صار عندك ميتابوليك اسيدوسيس افتر فيو مينتس اللنجز ببلشوا يعملوا هايبر فنتيليشن مشان يعملوا سي او 2 واش اوت تو كوركت ذا بي اتش، تراينج تو كوركت ذا بي اتش. طيب المشكله وين عندنا؟ ومش المشكله، ذس از نورمال. يعني نورمالي اللنجز لما بكون عندك ريسبيراتوري اسيدوسيس الكوركت الكيدنيز عفوا لما بكون عندك ريسبيراتوري اسيدوسيس او الكالوسيس الاكشن اوف كومبنسيشن من الكيدنيز بتاخر بالعاده، ببلش على البطيء كمان 6 ساعات 12 ساعه يرفع وينزل بالبايكربونات حسب شو الحاجه له يعني، وبعمل بيك بعد يومين ثلاث. فما بنشوفه بالحالات الاكيوت، يعني اذا مريض عمل تاكيبنيا فولنتيرلي هو لحاله تطوع وقال لك انا بدي اعمل rapid deep breathing for 2 minutes بنتوقع انه يعمل CO2 wash out. اذا عملنا له AVG كمان بوقتها بعد دقيقتين ثلاث نعمل انه بنتوقع انه يعمل CO2 wash out ويعمل respiratory alkalosis ويكون البايكارب بعده عن نورمال، ما صار في عنده ردة فعل البايكارب. لكن إذا كان عنده ديزيز عامله تاكيبنيا over one or two days بتبلش البايكارب بصير في عندها compensation تعمل kidneys compensation للهاي أو low CO2
خلال ساعات أو حتى أيام. فشو أهمية الكمبنزيشن كلينيكالي؟ إذا كان ما في عندك كمبنزيشن أو الكمبنزيشن is shooting too much, that means that you have another primary disorder. زي المريض اللي حكينا عنه قبل شوي, إنه مريض عنده COPD و respiratory acidosis, ونفس المريض صار عنده metabolic acidosis مثلا لأنه أخذ too much aspirin, aspirin overdose. فهذا المريض ما منشوف عنده ال expected number of CO2 لأنه he doesn't have healthy lungs. طيب نيجي لموضوع الانيون جاب. هسا احنا كل الحكي اللي حكيناه عن البي اتش سي او 2 البريشر اوف ارتيريال سي او 2 وعن البايكربونات, مشان احكي ايش الاسيد بيس بالانس وكان كومبنسيتد ولا لا, واذا كان ميتابوليك او ريسبيراتوري. طبعا نيجي لموضوع الانيون جاب. فعليا الانيون جاب شو يعني؟ قبل ما نقرا ونفهم ايش الانيون جاب نحكيها حكي مشان نستوعبها. يعني احنا بالعادة بنعترفوا في عنا anions وفي عنا ايش؟ cations. هلا الانيونز والكاتيونز نورمالي بالسيرم بيكونوا نفس العدد, مشان يكون عندك النيجاتيف تشارج والبوزيتيف تشارج قد بعض, فهم فور شور نفس العدد. لكن في اشياء منقيسها روتينلي, يعني باي مختبر حتى لو كان المختبر كثير بسيط بكل سهولة إذا كان ال 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 هالأشياء هاي الصوديوم والكلورايد والبايكارب بكل سهولة أي مختبر ممكن يعطيك إياهم. لكن في أشياء مثلاً more sophisticated مش بأي مختبر بتلاقيها, مثلاً إذا بدك الكالسيوم بدك الفوسفورس هاي مش بأي مختبر موجودة. فشو اللي عملوا إنه بقول لك طيب إحنا normally we can easily measure the sodium, we can easily measure the chloride and the bicarbonate. هلا لاني انا مش قاعد بقيس كل الانيونز والكاتيونز اللي بالسيرم ماشي, ففي عندي انيون جاب, يعني عندي مور صوديوم than the summation of chloride and bicarbonate. هل الفرق بينهم هذول الرقمين اللي هو بين الصوديوم من جهه والكلورايد والبايكربونات من جهه بالعاده بيكون بين الأربعة وال12 ملي مول بير لتر. شو هذول الأربعة وال12؟ شو هم فعليا؟ هم فعلياً unmeasured cations, هم موجودين لكن على الروتين lab test اللي عملته ما قستهم. شو أهمية الانيون جاب؟ إذا كان عندي وايد انيون جاب يعني الرقم أكثر من 12 13 14 20 25, معناته اللي عامل لي metabolic acidosis, طبعاً احنا نشوف الانيون جاب لما يكون عندنا metabolic acidosis بالذات بنحسبها ماشي, لما يكون في عندي metabolic acidosis مع wide anion gap معناته في عندي too much acids, في عندي acids فايتين من محل أو ingested, يمكن المريض إنه ماكل aspirin, يمكن صار عنده ketoacidosis, إذا بتعرفوا شو يعني ketoacidosis, صار عنده ketone bodies بعد الديابيتس, يمكن صار عنده lactic acidosis as a side effect of some drug, يمكن he took too much aspirin. في مرضى مثلا ممكن يخربطوا يشربوا اللي بيسموه إيثانول اللي هو بيستخدموه بتبريد المحركات اللي بيكون بمية الروديتر ماشي, suicidal attempt. في عندي too much acid لما يكون عندي wide anion gap metabolic acidosis, لكن لما يكون عندي normal anion gap metabolic acidosis معناته المشكلة عندي مش too much acids, my patient is losing bicarbonate أو الـ acid excretion from the kidney is impaired. فهون صفت عندي المشكلة زي إيش؟ زي جي آي لوس. وين الجي آي لوس بصير؟ لما بكون عندي ميتابوليك أسيدوسس, مريض عنده دياريا مثلا. إحنا بنعرف إنه باللور جي آي سيستم في عندي a lot of bicarbonate, فإذا المريض عنده دياريا مع السكريشنز, لما يصير في عنده دياريا والسكريشنز of the pancreas and the small intestine it's full of bicarbonate, فهي will start to lose them. زي renal tubular acidosis اللي هو they cannot eliminate acid in the urine ماشي, فبصير عنده acidosis due to renal cause. لكن نتذكر انه كيف بدنا نحسبها, اللي هو الصوديوم
ناقص الكلورايد ناقص البايكربونات وشود بي اولويز بتوين 4 اند 12. اف اتس مور ذان 12 معناته في عندي ايش وايد انيون جاب ميتابوليك اسيدوس. هاي الاكزامبلز اللي مرينا عليهم. اخر رقم اذا بتتذكروا بترجعوا على السلايد اللي فيها النورمال اي بي جي، اخر رقم بدنا نشوفه اللي هو موضوع الاكسجينيشن، كم عندي اكسجين بالبلد، والاكسجين ما له دخل بشكل مباشر بالاسيد بيس بالانس. اذا كان الارتيريال اكسجين less than 80 ف I have hypoxemia. Hypoxemia يعني low levels of oxygen in the blood. وإذا كان الـ PaO2 نزل أكثر من 80 لحد أنه بلش ينزل تحت 60 مليمترز ميركوري، معناته عندي severe hypoxemia which defines هي definition of respiratory failure. مريض مثلا ممكن كان عنده mild pneumonia ماشي، فصار عنده ايش هايبوكسيميا، بنعالجه يمكن اوت بيشنت تتحسن اموره. لكن اذا كان سيفير انف انه الاكسجين بالاي بي جي اقل من 60 فمريضك عنده ريسبيراتوري فيلر، يمكن بده اي سي يو، بده يعني مور ثورو كير يعني. طيب نتذكر انه في عندنا تايب 1 دائما وتايب 1 ريسبيراتوري فيلر. شو يعني تايب 1؟ اللي هو سيفير هايبوكسيميا يعني اقل من 60 ماشي. لكن السي او 2 شو ماله؟ نورمال او حتى لو، لانه المريض بيكون تكبنك واشنج اوت سي او 2، فهذا المريض بنكون مبسوطين له انه الامور كويسه ان شاء الله يعني، لانه بس هايبوكسيك او هايبوكسيميك بيشنت. طيب نيجي للتايب 2 ريسبيراتوري فيلر اللي بالعاده ماشي مع بورر بروجنوسيس كلينيكالي، معناته الامور سيئه انه المريض مش بس هايبوكسيك اقل من 60 وكمان عنده البايكربونات عفوا الـ CO2 بلش يطلع، يعني hypoxia with respiratory acidosis. This defines type 2 respiratory failure. هذول معناته عندهم مشكلة بالventilation أو كان عندهم type 1 respiratory failure مبارح لأنه ما أخذ treatment، صار عنده muscle weakness وفتيق وبطل يعمل good ventilation فبلش to accumulate the CO2 فصار type 2 respiratory failure. طيب مشان نحسب هل respiratory failure إنه mild moderate severe، المريض كويس أموره مقارنة مع مبارح أحسن ولا أسوأ، في إشي اسمه PF ratio. شو هي PF ratio؟ PF ratio نشوف كم عنا أكسجين بالبلد اللي هي شو اسمها ABG pressure of arterial oxygen in millimeters mercury. بعدين نشوف المريض طيب شو بتنفس، ايش الهواء اللي قاعد باخده المريض. احنا now we are breathing 20 او 21% of IO2. الـ FiO2 اللي بنتنفسه 20% او 0.2 اذا بدنا نحكي يعني 0.2 او 20%. طيب مريض اللي بالـ ICU ممكن توصل معنا الامور نعطيه pure oxygen، يعني الـ FiO2 is 100% او 1 مش 0.2، خمس اضعاف الـ concentration of oxygen اللي انت قاعد بتتنفسه حاليا. طيب في أشياء in between the 20% and in between the 100%. فالـ FiO2 ممكن تكون 20 30 40 60 حسب أنت بالمستشفى إيش مريضك بياخد أكسجين. فالأمور بتتغير أنت إيش بتعطي مريضك يوم عن الثاني، فما بتقدر تأخذ بس رقم الـ PaO2 وتقول my patient is improving أو not improving. انت بهمك كم بتعطيه أكسجين وكم واصل للأرتيريال أكسجين من اللي انت بتعطيه، اللي هو هاي معنى كلمة PF ratio اللي هي pressure of arterial oxygen تقسيم الـ FiO2 بيطلع معنا رقم. طيب نيجي نحسب الـ FiO2 الـ PF ratio للـ CR تبعكو أو بالشلول. أو بالشلول انت هسا ايش تتنفس أكسجين قلنا؟ وين شلول راح؟ طيب أي حدا من الشباب اللي أونلاين؟ 21 سامحنا بالواحد 20 يعني إيش العشرين مشان نحسب بي أف ريشيو 0.2. طيب لو عملنا لك أي بي جي لأنك هيلثي وكويس صحتك تمام يمكن يطلع عندك الأكسجين قديش المليمترز ميركوري، خلينا نقول 90 ماشي. طيب 90 تقسيم 0.2 كم بيطلع؟ 450.
ماشي، فالبي اف ريشيو عند اللي مش عارف مين حكى الشلول، البي اف ريشيو عنده 450 which is normal لأنها normally أكثر من 350. ماشي، لكن إذا بلشت تنزل عن ال 300 الريشيو هاي معناته صار في عندي lung injury اسمها الثاني راح نحكي عنه كثير اللي هو acute respiratory distress. ماشي، lung injury معناته في عندك something wrong in your lungs that prevents your alveoli to take oxygen. ممكن مريض عندي بالاي سي يو مثلا موجود هسه انا بعطيه 100% اكسجين، يعني كم ال اف اي او 2 اللي باخذه؟ 1. عملت له اي بي جي طلع البي اي او 2 عنده ان مليمترز ميركوري 80 رقم كويس، بس انا مشان اجيب ال 80 صح 80 وذ النورمال تقريبا او على الحد على الابر ليميت على اللور ليميت اوف نورمال صح، لكن هو ما جابها من روم اير، جابها من 100% اوكسجين. فكم البي اف ريشيو هذا عند المريض؟ 80 على 1 ويساوي 80 اللي بحطه وين؟ بالسيفير لانج انجري. عرفنا شو اهميه البي اف ريشيو؟ مشان تحط ببالك مريضك كم اوكسجين باخذ مشان يجيب لك هال بريشر اوف ارتيريال اوكسجين. وصلت الفكرة يا شباب ولا لا؟ والله دكتور إذا في مجال تعيدها بس يا سمح. طيب مين اللي بحكي بالله مشان أعرف أوصل لك الفكرة ومشان أسمع منك. طيب يا سفيان، أنت يا سفيان نرجع للي هون، أنت عملت لك أي بي جي اليوم طلع عندك البريشر أوف أرتيريال أكسجين 90 تمام. طيب لكن أنت شو بتتنفس قاعد؟ الأمبيانت إير، الأتموسفيريك إير، الروم إير اللي كان الأف أي أو 2 فيه 0.2، اقسمهم الثنتين على بعض كم طلع معك البي اف ريشيو تاعتك؟ 450 which is اللي هو الاكسجين اللي انا بتنفسه no. which is normal ولا abnormal؟ لا هو normal. normal عندك امورك كويسه، اللنجز تاعتك تمام. ليش؟ لانك جبت رقم فوق ال 350 ماشي اللي هو البي اف ريشيو. طيب نيجي للمريض اللي بالاي سي يو اللي عنده سيفير نمونيا وضعه تعبان وحاطينه على ميكانيكال فنتيليتر على جهاز تنفس صناعي. ماشي، هذا المريض عملنا له اي بي جي طلع عنده كم البي اي او 2؟ معي هون انت سفيان؟ اه معك. هاي المعادله اللي قاعدين نشتغل فيها، كم طلع عنده البي اي او 2؟ خلينا نحكي طلعت عنده 80 تمام. ماشي، طيب هذا اللي طلعت عنده 80 ترى مش كثير بعيد عنك، 90 انت جبت صح؟ صحيح، ما في فرق لكن يعني. لكن انت ما في فرق اذا اخذنا بس البريشر اوف ارتيريال اوكسجين، لكن ليش هو تعبان وماكل هواء بالمستشفى على فنتيليتر؟ لانه عنده سيفير نمونيا صح؟ طيب نعم. نيجي نكمل، هو جاب ال 80 هذا المريض اللي بالاي سي يو جابهم من وين؟ من 100% اوكسجين. انا معطيه بيور اوكسجين الاف اي او 2 ايش؟ 100 مش زيك نعم. 20% او 0.2 100 من هاي ال 100 اللي حاطينها هو هاي عفوا هيك 1.0 باخذ اكسجين. فهذا دليل قديش اللنجز عنده تعبانه، مع انه رقم الاي بي جي بينك وبينه مش كثير بفرق 80 و 90، لكن انت جبتهم من 20% اكسجين، هو جابهم من 100% اكسجين. يعني لو شلناه عن الفنتيليتر ماشي وصار يتنفس زيك 20% اكسجين يمكن ينزل رقم كثير لدرجه انه يصير عنده دف. ماشي، فهون مع سيفير لانج انجري فهون وين الرينج تاع 80 على 1 سيفير لانج انجري تحت ال 100 صح؟ صح. طيب نيجي هذا المريض اللي بنحكي عنه اخذ انتي بايوتكس والامور تمام وصارت الامور تتحسن وبلشنا نخفف عنه الاكسجين مشان نشوفه بتحسن ولا بيسوء. ماشي تمام. على ماشي، اجينا بكره خففنا الاكسجين عملناه بدال 100% عملناه 50%. ماشي، ال 50% اللي هي ايش؟ عفوا بوينت اللي هي 0.5 صفت صح؟ وشفنا الاي بي جي ولا الاي بي جي الاكسجين عنده 70 75 اللي هو ايش؟ بريشر اوف ارتيريال اوكسجين 75. اقسم لي من عندك على تليفونك اللي بيدك 75 على نص كم بيطلع؟ 150. بيطلع 150 دكتور. 150 150.
طيب معناته مين احسن وضعه، امبارح ولا اليوم؟ اليوم. لا هو اليوم افضل، اليوم لأنه... احسن، لانه البي اف ريشيو كانت سيفير لانج انجري صار مودريت لانج انجري، فالرقم نفسه تاع الاي بي جي البي اي او 2 ما بتقدر تحلف عليه يمين بدون ما تشوف انت شو معطيه مشان يجيب هذا الرقم. وصلت الفكره يا سفيان؟ تمام. رغم انه دكتور البي اي او 2 قل، مع انه قل بس اللانج انجري انا بهمني شو وضعها. هو قل بس انا شو معطيه؟ نص اللي معطيه امبارح، عرفت؟ اللي هو كان 100% وصار 50%. فالبي اف ريشيو بتهمني مشان اعرف السيفيريتي اوف ذا ريسبيراتوري فيلر. السيفيريتي اوف ذا ريسبيراتوري فيلر مش بس بتعتمد على البريشر اوف ارتيريال اوكسجين اللي بشوفه على الاي بي جي، كم اوكسجين بتعطي لمريضك سبلمنتال اوكسجين مشان نجيب لك هذا الرقم. هاي بتعطيك انديكيتر كم الامور احسن او اسوأ. طيب هاي مثال ثاني، عندك المريض A والمريض B، أي واحد منهم عنده more severe lung injury؟ وين سفيان نبلش فيك يا سفيان؟ شو رأيك؟ مين 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 وضعه أحسن أو أسوأ؟ اللي له BF ratio أعلى المفروض يكون أفضل. مظبوط. هذا المريض اللي هو patient A على mechanical ventilator، الـ AVG بتقول لك 80 ماشي، والـ FiO2 اللي أنت بتعطيه 30 اللي هو 0.3 يعني. ماشي، فاقسم 80 على 0.3 كم طلعت البي اف ريشيو عنده؟ 166. المريض الثاني لما حسبنا له البي اف ريشيو كم طلعت عنده؟ 166. مين وضعه احسن؟ بيشنت A وبيشنت B has more severe lung injury، صح ولا لا؟ صحيح. طيب مع انه اذا بس بدنا ناخذ الريزلت تاعت الاي بي جي كم اكسجين عندك، يمكن زي ما حكينا قبل شوي يكون الأرقام مش consistent مع المثال الموجود عندنا هون، زي سفيان والمريض اللي على تيوب الفنتيليتر اللي حكينا عنهم قبل شوي. طيب نتذكر بس آخر سلايد، الـ ABG مرات بتخربطنا، بتخدعنا بشغلتين أو ثلاث شغلات اللي هم هايبوثيرميا. شو يعني هايبوثيرميا؟ بتصيرش عنا بس ببلاد برا موجودة، عندهم ثلج وعندهم الكهول، بيجي مريض من هذول الهوملس الدنيا بتثلج وصار عنده ديكريز ليفل اوف كونشسنس من الكولد ويذر ماشي، وجابوه على الطوارئ من الديكريز ليفل اوف كونشسنس اللي لقوه بالشارع، والمريض درجة حرارة جسمه بتكون مثلا وقتها 32، المريض السيفيرلي هايبوثيرميك. هسا شو بيصير؟ نسحب له اي بي جي هذا المريض. لما سحبنا له اي بي جي وحطيناها بالماشين اللي شفناها بالاول، هاي الماشين بتعمل وورمينج للبلد سامبل، ترفع درجه حرارتها ل 37. لما رفعت درجه حرارتها ل 37 راح تعمل ريليس للهيموجلوبين للاكسجين من الهيموجلوبين، فراح يصير عندك تو ماتش اكسجين، مش ماشي مع الكلينيكال بيكتشر تاعته. يعني المريض يكون فعليا هو هايبوكسيك، لكن انت تفكره اموره كويسه. ليش؟ لأنك عملت ريليس للأكسجين من الهيموغلوبين، فالأي بي جي بتعطيك أنه PaO2 عند مريضك بالله 150، رقم كثير مرتب وحلو، لكن المريض دسنك تكبنك نفسه تعبان، لأنه هذول 150 مش ترو نمبر اللي طلعت معك على الأي بي جي. ماشي؟ وصلت شو يعني كلمة هايبوثيرميا؟ إنها بتعطيك فولسلي هاي PaO2، تعطي رقم مش حقيقي للأكسجين. طيب حدا عنده سؤال عنها هاي؟ مش واضحة الفكرة؟ طب دكتور، صاحب الهايبوثيرميا المفروض المريض يعني بالدم عنده الأكسجين عالي، إنه بزيد الساتوريشن تاع الأكسجين؟ أنا ما أجبت سيرة الساتوريشن من أول المحاضرة مشان ما أخربطش الأمور. الساتوريشن بكون كويس عنده أو مش كويس حسب إذا عنده ريسبيراتوري فيلر ولا لا، ماشي؟ لكن أنا بحكي عن البريشر أوف أرتيريال أكسجين. طيب انه الرقم اللي بيطلع معك بالاي بي جي للمريض اللي بيكون هايبوثيرميك، الرقم لا تاخذ فيه كثير، المفروض نعمل له كوركشن، تحط فيه درجه حراره السامبل بالماشين مشان تحسب لك قديش الرقم البي اي او 2 الصح، ماشي؟ لانه لو ما عملت كوركشن للهايبوثيرميا الموجوده عند المريض راح يطلع معك رقم كثير كويس وعالي وتنبسط، لكن مريضك يكون فعليا هايبوكسيك. وصلت؟ وصلت. الساتوريشن ما بتأثر بالهايبوثيرميا نفسها
ابدا ماشي، لانه الساتوريشن هو الساتوريشن تاع الهيموغلوبين بالاكسجين، كم في عندك اوكسي هيموغلوبين، فبيطلع نورمال الساتوريشن او مش نورمال حسب مريضك اذا كان هايبوكسي ولا لا. فبحاله الهايبوثيرميا عيني على الساتوريشن اكثر من ما يكون اللي بعتمد عليه اللي هو البي اي او 2 اللي بشوفها بالاي بي جي، لانه ات كان بي ا فولسلي هاي نمبر ديو تو falsely high number due to the oxygen release from the hemoglobin. الفينومين الثاني اللي بنحكي عنها اللي هو بسموها leukocyte larceny يعني سرقة، ماشي، يعني انه اللوكوسايتس يسرقوا الاكسجين. بنشوفها عند مين؟ المرضى اللي عندهم كثير نمبر الوايت بي سي نمبر كثير elevated. هذول المرضى مين هم؟ مش مريض عنده infection والواي سي بي سي عنده الوايت سيلز 15 و20، هذول ما بصير عندهم إشي. لكن في مرضى بكون عندهم الوايت سيل upper limit للنورمال مثلا 10 أو 11، في مرضى بكون الوايت سيل كاونت عندهم 150 ألف. من وين اجت ال 150 ألف؟ هذول حصريا بكون عندهم لوكيميا او لينفوما اور سم هيماتولوجيكال مالجنسي. فالوايت سيلز زي ما بتعرفوا انها ميتابوليكلي اكتيف، فعبين ما تاخذ العينه وتوصل للمختبر وتحطها بالماشين مشان تشوف الريزلت، بهالربع ساعه هاي الوايت سيلز دي ار كونسيومينج اوكسجين، فممكن تعطيك انه مريضك از هايبوكسيك. لكن لو اخذت العينه مباشره وحطيتها بالماشين راح تعطيك الترو نمبر. آخر شغلة اللي هي الميتهيموغلوبولينيميا اللي هي الـ A الـ pressure of arterial oxygen هو الـ true number، هو مش forcedly high أو forcedly low. لكن وين بتصير الـ trick أو الخربطة بالموضوع؟ بتصير إنه الميتهيموغلوبولينيميا الـ pulse oximeter جهاز الإشباع تاع الأكسجين اللي هو زي الملقط بتحطوه على إيد المريض، طيب بعطيك انه مريضك سيفير لهايبوكسيك، بعطيك انه الساتوريشن 70%، لكن تطلع على مريضك مبسوط وبمشي وبيطلع وبتحرك واموره تمام. ليش؟ لانه الويف لينث تاعت الكاربوكسي هيموغلوبين وتاعت الميت هيموغلوبين نفس الاشي تقريبا، فهو بيقرا انه مريضك از هايبوكسيك. لكن لما تحط البلد سامبل بالاي بي جي ماشين راح تعطيك الرقم الحقيقي اللي هو بريشر اوف ارتيريال اوكسجين وبيطلع وذن نورمال. فهون عندنا بالميتهيموغلوبينيميا الرقم اللي بنعتمد عليه هو رقم الاي بي جي وليس الساتوريشن. حد عنده سؤال؟ وين سفيان؟ نعم دكتور. يلا يا سفيان، هاي بالترتيب اللي حكينا عنه لما تكون نورمال اي بي جي 7.40 40 90 و 24، هاي النورمال اللي حكينا عنه. نعم. تذكر شو هم؟ هاي البي اتش صح؟ البي اتش، نعم البي اتش، واللي بعديها اللي هي سي او 2، ايوه، واللي بعديها الاو 2، واللي بعديها الاتش سي او 3. مظبوط، هيك حافظهم كويس امورك. طيب نيجي على المثال الثاني اللي تحت. شو الابنورماليتي الميتابوليك او مش الميتابوليك الاسيد بيس ابنورماليتي الموجود عند هذا المريض؟ هسا هو اسيد لانه البي اتش قلت، فنقول طيب يلا هاي اسيدوسس كتبنا. بعدين هسا ودنا نحددها ريسبيراتوري ولا ميتابوليك، صح؟ يلا قول لي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. بنشوف اول شيء اللي هي الاتش سي او 3 انه اذا اعلى او اقل، صح؟ لا احنا قلنا دائما عيننا على السي او 2 او لا، صح؟ طيب السي او 2 كم السي او 2؟ 34 قلت عن الوضع الطبيعي. طيب ما هي لو نزلت السي او 2 كانت عملت لنا الكالوسيس، صح؟ صح. بس هو عنده ايش المريض؟ اسيدوسيس. معناته بدون ما اطلع رقم البايكارب مريض شو عنده الاسيدوسيس؟ شو الميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ ممكن ريسبيراتوري. لازم طول بالك سفيان. نعم. عندك اسيدوسيس. هاي كتبناها عندي 7.33، صح؟ تمام. هاي اسيدوسيس بس انا بكتب بالماوس يعني تحملوا. ماشي. طيب هاي اسيدوسيس، هل اسيدوسيس ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ اعتبر انه انا هاي 13 مش كاتب لك اياها، كاتب لك لحد هون. ماشي. عندك اسيدوسيس، الاسيدوسيس اذا كان ريسبيراتوري السي او 2 بده يطلع ولا ينزل مشان يعمل ريسبيراتوري اسيدوسيس؟
انه ممكن راح يقل لانه عشان بعمل الاسبيريت بقعد بتخلص منه. لا لا سفيان مش هيك. عندك عن تفضل. اذا السي او 2 كان اكثر من 40 بيعطيني ريسبيراتوري بالحاله الاسيدوسيس. طيب انا بدي سفيان يفهم الموضوع صح. ماشي انت كويس جوابك يعني فاهم الامور صح. هسه 7.33 از اسيدوسيس. لو كان ريسبيراتوري اسيدوسيس كنت شفت السي او 2 50 55 60، لكن السي او 2 هاي شو مالها؟ رايحه بالعكس صح يا سفيان؟ ليش رايحه بالعكس؟ مشان تعمل كومبنسيشن عن الميتابوليك بروبلم. فمعناته انا الاسيدوسيس اللي عندي شو ماله؟ اللي هي ميتابوليك. ميتابوليك بدون ما اطلع على رقم، بدون ما اطلع على رقم البايكربونات. هسه بدي اطلع رقم البايكربونات مشان اتونس فيه اتاكد ماشي انه اللي انا فكرت فيه صح ولا غلط. البايكربونات شو مالها؟ هي قلت انه صارت 13 لا. المفروض تكون 24. طيب صح. ففي عندي ميتابوليك اسيدوسيس وبلش في عندي كومبنسيشن زي ما احنا شايفين، لانه السي او 2 مش 40 بلش ينزل عن ال 40 ماشي. partial أو full compensation مش شغلتك، مش مهم إنك هسه بسنة رابعة نحكي عنها. طيب ففي عندك metabolic acidosis with compensation. ال compensation من CO2 يعني respiratory with respiratory compensation. هاي الماوس تبعت الجامعة يا جماعة ماشي. ففي عندي ميتابوليك اسيدوسيس وذ ريسبيراتوري كومبنسيشن. طيب سؤالي لسفيان الثاني، تفضل. هذا المريض عرفنا شو الاسيد بيس ديستربنس اللي عنده، شو موضوع الاكسجينيشن؟ من وين بنجيبه موضوع الاكسجينيشن؟ من الاو 2. هو من الاو 2 صح. طيب شو وضع الاو 2 عندك؟ عنده هايبوكسيا اقل ونوعها سيفير، لانه ال 51 اقل من 60. لا أقل من 60 يعني respiratory failure صح؟ يعني هذا المريض عنده respiratory failure ماشي؟ ماشي. طيب respiratory failure هسه شو غلط سفيان وقال تسرع؟ قال severe أو مش severe. احنا كيف عرفنا respiratory failure؟ لأنه هذا الرقم تحت ال 60 حلو؟ السيفيريتي طيب. دكتور عن طريق البيئة. السيفيريتي مش بس من الـ O2، بدنا الـ PF ratio. احسب لنا الـ PF ratio. احسب الـ PF ratio يا دكتورة، كيف نحسب الـ PF ratio؟ الـ 51 على الـ على 0.6 لأنه عاطيني إنها 51 على 0.6 كم؟ 85. قديش؟ 85. طيب 85 بأي رينج بتيجي؟ معناته سيفير. Severe lung injury. إذا respiratory failure with severe lung injury. ماشي؟ هاي اللي مطلوب منكم بالمحاضرة تاعت اليوم. إنكم تعرفوا إنه الأسيد بيس بالانس تعرف تجاوب عنه وتفكر فيه. والشغلة الثانية إنه تشوف موضوع الأكسجينيشن وتحط ببالك إنه مش بس dependent على pressure of arterial oxygen. كمان أنت كم بتعطي مريضك أكسجين؟ يعني هذا المريض لو كان بأخذ ambient air 20% بدل 60%. طيب كم صارت الـ PF ratio؟ 51 على 0.2 كم بتطلع يا دكتورة؟ يعني شو 255؟ mild lung injury صح ولا لا؟ ففرقت معي ايش؟ انا شو بعطي مريضي اكسجين. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال يا جماعة؟ يعطيكم العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور. سلام. يعطيك العافية دكتور.